سخونة أجواء اللقاء انتقلت بالطبع مشاهدين إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي. ردود الأفعال كانت متباينة لكنها أجمعت على روعة المباراة. إليكم أبرز هذه الردود. ود حمد كتبت: التوفيق لبرشلونة وأتمناها 3-1. أما فارس الدين فقد علق قائلا: التعادل الإيجابي وهو هدف وحيد لكل منهما إن شاء الله. أبو محمد عدنان يتوقع فوز النادي اللندني بالمباراة. البلوز سيحقق الانتصار بثنائية إذا كان التحكيم نزيه طبعا. فذكريات الماضي القريب تلقي بظلالها على اللقاء. تشيلسي دائما ما كان خصم صعب لفريق المقاطعة والنتائج تدل على ذلك. نضال عمرية كتب: نستطيع القول إنها مباراة مثيرة بجميع المقاييس. أتوقع فوز برشلونة بصعوبة. مشكلة برشلونة الوحيدة في مباراته مع تشيلسي إنه يضيع فرصا كثيرة أمام المرمى، وفي هذه المباريات كل فرصة ضائعة ستدفع ثمنها غاليا. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذه المباريات تنضم إلينا في الاستوديو الصحفية الرياضية لوتس الزغبي. لوتس صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذن اليوم كل الأنظار تتجه إلى هذه المباراة. ما هي حظوظ الفريقين من خلال التوقعات؟ لا خلينا نقول او نسمي هيدا المباراه اللي بدها تصير اليوم بين الفريقين هي مباراه الاخذ بالثأر لبرشلونه. مثل ما حكيتي حضرتك بالمقدمه انه برشلونه من بعد الهزيمه 2012 بدوري ابطال اوروبا بالمواجهه الاخيره اللي صارت بينه وبين نادي تشيلسي خرج من نصف النهائي بسبب الخساره، وتشيلسي كان هو حامل اللقب. فالفريقين فينا نعتبر انه في كثير من المشاحنات لعده اسباب، ما طبعا ما رح نقدر نذكرها كلها. طيب. وبالاضافه لموضوع 2009 فحاليا اليوم الفريقين عم يلعبوا بحماس كثير كبير لانه برشلونه الموسم الماضي من دوري ابطال اوروبا خسر وخرج من دوري الثمانيه، فاليوم عنده حماس انه يوصل للنهائي ويحصل على اللقب. بالاضافه لتشيلسي الذي لم يشارك في الموسم الماضي بالموسم قبل الماضي فعاد من جديد وايضا يسعى للحصول على اللقب. في نقطة كثير مهمة بدنا نحكي عنها هي موضوع ميسي كمان. يلي هو خلال 8 مباريات مع تشيلسي لم يسجل أي هدف، فاليوم عنده سعي كبير إنه لازم يهز شباك تشيلسي بهدف. ففي هيك بتحسي حالة تحدي يعني عند الفريقين إنه هن بدهم كل اثنيناتهم بدهم يحصلوا على الفوز بغض النظر عن الوصول للنهائي. حالة التحدي للربح بهيدي المباراة أكبر من حالة الوصول إلى النهائي. لوتس، نقاط القوة والضعف لكلا الفريقين ما هي؟ تمام. خلينا شوي نحكي. طبعا كثير في نقاط ضعف وقوه بالنسبه للفريقين، بس خلينا نحكي ابرز النقاط. يلا. مثل ما بنعرف نحن انه برشلونه، وايضا ذكرتي بالمقدمه، برشلونه هو المتصدر للدوري الاسباني ولهلا ما حقق ولا لم يهزم ولا هزيمه في هذا الدوري حتى الان، ايضا هو متصدر لمجموعته. بالمقابل تشيلسي لم يؤدي هذا الاداء الكثير كبير بالفتره الاخيره وهو يعتبر وصيف في مجموعته. هناك البعض الذين يعني يعتبرون بانه تشيلسي وصل او تخطى خلينا نقول الجوله الاخيره بسبب اخفاقات اتلتيكو مدريد وليس فقط بسبب جدارته. فهي نقطه لصالح برشلونه رح تجي. في نقطه كثير مهمه هي موضوع الاستحواذ على الكره. برشلونه من المعروف انه هو من الفرق الذي يستحوذ بشكل كبير على الكره، اما تشيلسي ضعيف بهيدا الناحيه، حتى انه مدرب كونتي صرح انه نحن رح نسعى بهيدا المباراه لانه نستحوذ على الكره بشكل اكبر من برشلونه. بيعتبروها هي نقطه مهمه للفوز. عندنا كمان موضوع كادر الدفاعي القوي لدى برشلونه. برشلونه خاض 24 مباراه، 15 مباراه لم يسجل اي هدف في مرماه، كانت نظيفه شباكه. بالاضافه انه بالمجموعه الاولى بضمن مجموعته كل المباريات اللي خاضها هدف واحد فقط هز شباكه. فكمان هي نقطه لصالح برشلونه، بالرغم من انه البعض بيعتبر انه اصابه جيرارد بيكي رح تجي مانا لصالح برشلونه، رح تعمل ازمه دفاعيه، بس طبعا هذا الموضوع المباراه بتحسمه اليوم. خلينا نحكي شوي عن تشيلسي مشان ما يكون كله عن برشلونه يقولوا متحيزه. نعم تفضلي. اوكي، هلا تشيلسي عندهم مبدا انه هن ابدا ما بيقبلوا الخساره على ارضهم، فهيدا المبدا بيلعبوا عليه انه نحن بدنا نتعادل بس ما بدنا نخسر على ارضنا. فمشان هيك احتماليه التعادل او الربح لتشيلسي رح تكون اكبر كونه المباراه اليوم على ارض تشيلسي وهو المضيف. في نقطه ثانيه، الصفقه الاخيره اللي قام فيها بضم اوليفييه جيرو هو رح يشكل اللاعب مع موراتا وهازارد ثلاثي هجومي كثير رح يكون لمصلحه تشيلسي. في موضوع غياب لاعب الوسط باكايوكو وروس بايلي لاعبين في يعتبر انه هو نقطه سلبيه لتشيلسي، طبعا كمان المباراه هي حتحسم هذا الموضوع.
غياب الوجود الخطة الدفاعية فعالة، لأنه الخطة اللي ممكن تشيلسي يتبعها هي 3-4-3، هيدا نقطة سلبية. في نقطة كمان موضوع كونتي مدرب تشيلسي، هي آخر مباراة رح يكون موجود. البعض اعتبر بأنه هاي النقطة هي لمصلحة تشيلسي، لأنه كونتي رح يعطي قد ما بيقدر، باعتبار أنه الفريق تبع أو الإدارة تشيلسي حكوا أنه كونتي إذا اليوم أظهر جدارته فنحن لن نقيله. بينما البعض اعتبر أنه كونتي حيلعب المباراة بدون أي حماس، لأنه هي آخر مباراة فما كتير بتعني له. فأنا بس بالنسبة لي بشوفها نقطة إيجابية، لأنه كونتي عنده احتمالية أنه يبقى في منصبه، فرح أكيد رح يستغل هذا الموضوع. في نقطة ضعف برشلونة في الشوط الأول، برشلونة في الفترة الأخيرة كان عنده ضعف باللعب، فعلى تشيلسي أن يستغل هذا الموضوع لمصلحته، إن شاء الله يعرف يستغله بحيث أنه يحاول يعني يخلي الكفة ترجع لناحه بالشوط الأول من المباراة. برشلونة بيرجع بيظهر قوته بشكل أكبر بالشوط الثاني. فهي كمان نقطة. بظل كل اللي تحدثتي عن لوتس، إذا اليوم ماذا ينتظر كل فريق؟ طبعا بالمناسبة أنا كنت أتمنى اليوم زميلتي عفراء تكون تحاورشني، هي ما شاء الله عليها كثير شاطرة بالرياضة وأنا كثير ضعيفة بالرياضة. لا ولا يهمك. يلا شو ينتظر الفريقين إذا اليوم؟ هلأ خلينا أول شيء نحكي عن موضوع النتيجة. بالنسبة للنتيجة هلأ الكفة ترجح فوز برشلونة، لأنه برشلونة بيعتبروا أنه اللاعبين عندهم خبرة كثير كبيرة بالأخص بدوري أبطال أوروبا، بينما هذا الشيء ما بينفي أنه تشيلسي، يعني ما فينا نقول تشيلسي فريق سهل، فتشيلسي عنده لاعبين ممكن يأحدثوا الفرق، يعني ممكن يفاجئ برشلونة هو اليوم باللعبة اللي منصب بالاهتمام كله حول اليوم. هلأ أنا بالنسبة لي برجح أنه النتيجة إما حتكون تعادل سلبي أو إيجابي، ما برجح موضوع أنه يكون في فوز. طبعا مباراة الإياب رح بتكون مباراة كمان في يعني قتال بالمباراة لأخذ بالثأر، إذا في حال فريق خسر اليوم فرح تكون مباراة الإياب هي كمان حماسية بشكل أكبر، بدهم يرجعوا يردوا الاعتبار لنفسهم. في نقطة كمان إنه برشلونة يعني عنده فرصة إنه يوصل للنهائي أكبر من تشيلسي إذا اجتاز تشيلسي، لأنه برشلونة عنده فرص، يعني فرص أكبر فينا نقول، بس تشيلسي أمام أندية إنجليزية أخرى مشاركة في هاي البطولة لا أتوقع أن يستطيع اجتيازها، لأنه هنا بيعرفوا الخطط التكتيكية للاعب تشيلسي، فممكن يستغلوا هذا الموضوع ويخسر قدامه. بالنهاية طبعا مباراة اليوم هي بتحسم كل شيء، هيدا بالنهاية تحليلات وتوقعات وانتظار المواجهة اليوم لنشوف مين اللي راح يربح إن شاء الله. طيب زملائنا بالجاليري أيضا عندهم بعض الأسئلة، خلنا نقولها لكم، تفضلوا. شنو عندكم أسئلة؟ ميسي، زميلنا نضال يقول ميسي اليوم راح يفك العقدة لو لا؟ بتوقعي راح يفك العقدة ميسي إن شاء الله ويهز الشباك بهدف، لأنه هو عنده حماس كبير بهذا الموضوع، وكل شيء يعني بالنسبة له هلأ هدفه منصب أنه أنا لازم اتخطى عقدة تشيلسي في مباراة اليوم. نعم شكرا جزيلا، إذا وقتنا انتهى صحيح زملائنا؟ نعم شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الاستديو، الصحفية الرياضية لوتس الزغبي.